قاسم الجبارين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المجاهدين، وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع الطريق إلى يوم الدين. إسماعيل هنية، فهو إسماعيل على قياس إسماعيل الذبيح الذي فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وها هو الله عز وجل يفدي إسماعيل هنية فيجعله من الشهداء الذين هم في حياة غير هذه الحياة التي نحيا. إسماعيل هنية كان من العلماء، وكان من المجاهدين، وكان من حملة كتاب الدين، وكان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهز التجمعات ويتنتهز الأسواق ليبلغ كلمة الله، ويقول للحاضرين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو كذلك كان إسماعيل هنية، ألقى كلمة فوق منبر الأزهر والعلماء حوله وهو يقول ويقسم بالله بأن لا نتنازل للصهاينة على القدس ولو انقطع الرأس عن الجسد. وكان مؤتمرا لاتحاد العلماء المسلمين، وبصفتي عضوا في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين حضرت في المؤتمر، وجاء لينتهز الفرصة ليخاطب علماء العالم ليقيم عليهم الحجة حتى لا يبقى العلم هكذا مجرد كلام، لينقلهم من الكلام إلى الواقع، لأن العلماء هم ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد. وألقى كلمة في وسط العلماء وحملهم المسؤولية في اتحاد العلماء لعلماء المسلمين، فكانت قضية فلسطين تجري في عروقه إلى أن لقي الله عز وجل. واعلموا أيها الحضور، من الذكور والإناث ومن جميع الأصناف والأشكال، اعلموا أنه عندما استشهد أحمد ياسين واستشهد من قبل قطر الصهاينة معه ثلة من الذين ماتوا، فقال أنا، وهو يتهم نفسه إسماعيل هنية، قال لو كان في خيرا لاستشهدت مع أحمد ياسين، ولكن لا زال في شيء ليس فيه إخلاص، وبقي يسأل الله الشهادة. فعندنا نحن الشهادة هو امتياز ووسام وشرف، وليس انهزاما، ورسالتنا ستبقى مستمرة إن شاء الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين، ونحن على ذلك من الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.